محمد قاسم أستاذ وليد. حقيقة محمد قاسم يعني الجميع يعرف هو لاعب ولاعب شاب ولاعب متميز استقطب نادي القوة الجوية وأضاف له الكثير، لكن هذا عالم الاحتراف، هو رغب أنه يغادر نادي القوة الجوية بس الإدارة قالت راح نروح نتجه للمحاكم، لا نتجه لسبب بسيط، احنا في العقد شريطة المتعاقدين، اليوم أي لاعب يقول العقد شريطة ويطالب بمستحقاته من النادي وفق العقد وفق مو شهر الثامن نهاية، لا 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 وفق العقد، احنا عندنا فقرة بالعقد ووفق العقد احنا نحق محمد قاسم ماديا وراح نحتكم إلى الاتحاد العراقي عند لجنة أو القضاء مصرين يعني لهذه مصرين أكيد هذا حقوق يعني مو حقاني هذا حقام حق نادي إذا إلى حق النادي ياخذه وإذا ما له حق ما ياخذه محمد قاسم يسمع صوتي يعني أتمنى له التوفيق العفو لأن هذا عالم الاحتراف اليوم إذا ماكو رغبة ما تقدر اليوم اللاعب حتى ما يبدأ وما يقدم لك فهذا من حقه عالم الاحتراف. الدكتور عدي الربيعي في حلقة لكورة ما أعرف سمعتها أو شفتها يقول وليد الزيدي هددنا على مود محمد قاسم. والله أقول لك شغلة واحدة، وليد الزيدي أنا ابن مؤسسة ومؤسسة أمنية وأنا رجال تعبان على نفسي وشهادة أنا ما أمتلك مليشيا حد أهدد، أنا قلت بالحرف الواحد. حلوة هاي مال ما أمتلك مليشيا. والله حقيقة يعني أكو ناس تمتلك وتهدد؟ لا لا أنا ما أمتلك أنا ما علي بغيري أنا ما أمتلك بس لكن أنا اتصلت بيهم وهذا عمل احترافي قلت لهم أخوان أنتم تتوقعون محمد قاسم ومن حقكم هذا بس نظروا للعقد المفروض تطلبون العقد وتطبعون بالعقد وشوفون شروط العقد تكو فقرة بالعقد رقم 8 هاي الفقرة تعتبر عقد محمد قاسم غير منتهي وتوجد مستحقات مالية أخوان إحنا تربطنا علاقة قطبين من أقطاب الكرة العراقية فما من المعقول يظهر بيناتنا خلاف إلى العلن فالمفروض بيكم تقرون صيغة العقد وإحنا متعاهدين بيانات الأندية إنه اللاعب ما ينتقل إلا يجيب مخالصة من النادي مالته فالمفروض يطبقون هاي الشروط إذا هاي يعتبروها تهديد فمشكلتهم هذا اللي صار. هم تركوا لك علي محسن يقول إحنا تركنا لا أبدا هذا الخبر مو دقيق تدري ليش مو دقيق مو هيك أنا علي محسن موقع من العام معانا ويسمعوني نادي الكهرباء لكن نادي الكهرباء تفاجأنا قالوا يابي علي محسن ما خلصان عقده من بعد موسم قلنا لا يبقى يومكم لحين انتهى ومن انتهى الموسم مالته ما استدعينا إلا خابرت اتصالت بحسين زهراوي واستأذنت منه وتأكدت وقلت لي إذا ما دزلنا استغناء خلص حلو. ابدا هم دخلوا علي بالوقت الحاضر ففهمناه لا اكثر يا بتم رايحين على علي محسن ترى علي محسن موقع يعني من العام ولا رقبه انه 3 سنين رقم غريب يسالني يقول لي كابتن ممكن تسال الاستاذ وليد لو طلب محمد قاسم العوده لو طلب محمد قاسم العوده للجويه راح توافق الاداره والله حقيقه انا اقول لي الرقم الغريب مو بس محمد قاسم احنا نادي القوة الجوية ما عندنا خط احمر نتعامل باحترافية محمد قاسم او اي لاعب اذا مصلحة النادي موجودة به واختار الكادر التدريبي في اي وقت مرحب به واذا الكادر التدريبي ما اختاره نتمنى له التوفيق في اي نادي اخر وصارت شواهد كثيرة من لاعبين خرجوا معدنا في ظروف يعني غير طبيعية ورجعوا للنادي طيب صورة الاخرى